طبعا يمكن ايضا في مجلس اداره بتروجيت والجهاز الفني لبتروجيت في اثنين من النجوم يمكن في الدوري ممتاز ولهم باع في الصعود من دوري القسم الثاني الى دوري القسم الثالث الاول من سيراميكا كليوباترا، كابتن معتز البطاوي والكابتن هيثم شعبان تولوا مقاليد الامور الفنيه في بتروجيت. يمكن صدمه حتى الان رغم مرور اسبوعين فقط من بدايه المسابقه، لكن كانوا يتمنوا النتائج افضل مما كانت. معنا على الهاتف كابتن معتز البطاوي احد الشخصيات المهمه والمدير الرياضي لفريق بتروجيت هذا الموسم. كابتن معتز اهلا بيك، كل سنة وانت طيب ودوري سعيد ان شاء الله عليك مع كابتن هيثم وعلى نادي بتروجيت وعلى سيادة اللواء جمال فوزي رئيس مجلس الإدارة، الكابتن محمود أباظة نائب رئيس مجلس الإدارة، وبتروجيت من الأندية العريقة وأنت من المحنكين إداريا. أهلا بيك النهاردة في أول حلقتنا لدوري بلدنا للموسم الثاني. يا أهلا بيك يا كابتن خالد، والأول ببارك لك طبعا على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك، احنا علاقه ممتده وطويله، ويمكن من ايام ما كان سيراميكا كليوباترا قبل صعودها، وانت يعني لك دور كبير جدا جدا في نشاه هذا الفريق القوي اللي صعد وثبت اقدامه في الدوري الممتاز. الحمد لله والله يا كابتن خالد، وانا دايما بتشرف دايما بصداقتك ودايما على تواصل من فتره بعيده جدا طبعا، فبهنيك في البدايه على البرنامج الرائع ده اللي طبعا يخليك. اكيد هنبقى كلنا متابعين ليه، واكيد هيثري الساحه الرياضيه خاصه في الممتاز به. متعودنا منك على كده، وتعودنا منك دايما على لقاءات شاقه يعني شيقه جدا جدا، ويا رب تكون بدايه خير عليك وعلينا وعلى كل يا الموجودين رب. في الدوري الممتاز به، خاصه ان الموسم ده من اصعب واجمل صح واروع المواسم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. علينا كلنا، رغم صعوبته ورغم التنافسيه الشديده جدا جدا اللي يعني ربنا يعيننا عليها ان شاء الله الفتره اللي ان جايه. شاء يعني الله. اول ما قريت كابتن معتز وكابتن هيثم راحوا بتروجيت قلت يبقى بتروجيت ناويها الموسم ده في الصعود والعوده مره اخرى للدوري الممتاز، لكن يعني البدايه غير متوقعه على فكره في الثلاث مجموعات، ولا انت مش معايا؟ اكيد انا معاك، يعني احنا الحمد لله ان احنا بنشرف ان احنا موجودين في نادي بتروجيت، نادي عريق ونادي كبير وبيمتلك مجلس اداره سواء للشركه او للنادي على اعلى مستوى الحقيقه، برئاسه اللواء سياده اللواء جمال فوزي والاستاذ محمود اباظه نائب رئيس النادي والمشرف على الكوره، ومجلس اداره بالكامل الحقيقه طول الوقت مساند لينا وداعم لينا حتى في احلك الظروف اللي احنا فيها الغير متوقعه دلوقتي، لكن هم الناس الحقيقه متفاهمين جدا جدا الوضع، واحنا مش هنقول مش مستعجلين لكن عارفين ان ده وارد جدا يحصل، وارد جدا يبقى موجود في التنافس في الدرجه دي. كنا نتمنى طبعا ان البدايه تبقى افضل من كده، لكن لسه المشوار طويل جدا ولسه المشوار يعني بعيد، نتكلم في 28 جوله لسه باقيين، لكن اهم حاجه يعني احنا شايفينها او بنقول ان لسه بدري، واهم حاجه ان الكيرف بتاعنا يبقى ان شاء الله باذن الله عالي، خاصه ان احنا حصل تبديلات كتيره وصفقات كتيره جدا جدا موجوده عندنا، فممكن يكون لسه الانسجام ما حصلش، ممكن وارد جدا يكون ده يعني هو ده السبب، لكن ان شاء الله باذن الله بنوعد كل محبين بتروجيت ومجلس اداره بتروجيت ان شاء الله ان احنا اكيد الفريق باذن الله خلال الفتره اللي جايه هيبقى المنحنى لفوق، وان شاء الله نقدر نحقق يعني حلم الإدارة وحلم الشركة بإذن الله في إن احنا نحقق أو نكرر التجربة تاني في صعودنا إن شاء الله للدوري. إن شاء الله. اعتقادي الشخصي بيبقى الجهاز الفني محظوظ لما يبقى عنده مجلس إدارة فاهم ورياضي وعنده ثقة في قدرات الجهاز الفني اللي اختاره. يعني أنا واثق في سيادة اللواء جمال فوزي، واثق في الكابتن محمود أباظة نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم، إن هم عارفين قدرات الكابتن معتز إيه، عارفين قدرات الكابتن هيثم إيه، لسه عارفين إن لسه الدوري طويل زي ما أنت قلت، جولتين مش هم اللي هيعبروا عن الموسم بحاله. يمكن عندنا أمثلة كتيرة جدا جدا، وشفنا كوكاكولا صعد بعد أن كان الأخير بنهاية الدور الأول ثم صعد إلى الدوري الممتاز. أنت ليك تجربة سابقة ماضية أنت والكابتن هيثم مع سيراميكا، وبعد يمكن مواسم عديدة قدرتوا أن أنتوا تصعدوا بالفريق وسط ظروف صعبة جدا، لكن جميل يبقى أنت عندك مجلس إدارة في ظهرك واثق في قدراتك. مهم جدا أنت كجهاز فني تبقى واثق في قدرات نفسك أن أنت تقدر توصل للهدف والطموح اللي عايزه مجلس الإدارة. الحقيقة الحمد لله احنا ربنا فعلا يعني
بينا بمجلس اداره متفاهم جدا ومتعاون جدا وسبورت لينا طول الوقت. وكمان الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل فرقه قويه جدا، واعتقد ان الرهان في الصعود ده ممتاز بيبقى بالاستمراريه، وحضرتك عارف واكدت الكلام ده دلوقتي ان طبعا الاكثر جاهزيه والسكواد بتاعه يقدر يستحمل الضغوط ويقدر يستحمل ال 30 مباراه او 30 جوله، صح، اعتقد هو ده اللي هيبقى النفس يعني الطويل هو اللي هيكمل بالظبط كده، هو ده يعني النفس الطويل والدكه دكة، الكويسه ما هو الدكة والسكواد. هي النفس دكة. بالظبط كده. لكن الحمد لله احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في لعيبتنا، وعندنا ثقه كبيره جدا في اختياراتنا كمان. احنا الحمد لله وفقنا في اختيار مجموعه من اللاعبين، اعتقد ان شاء الله باذن الله ان هم خلال الفتره الجايه يصنعوا الفارق، خاصه ان احنا يعني عندنا مجموعه كبيره كمان لسه من اللعيبه لم يتم تجهيزها ايوه للدخول، يعني لان دخلت متاخر شويه ومجموعه من الاصابات، لكن اللي موجودين برضو بيأدوا الحمد لله بشكل كويس. يمكن اول مباراه كان يعني فيها بعض الظروف خارجه عن ارادتنا، سواء باللعب طبعا مع القناه في القناه او مع الاتصالات امبارح في ملعبنا، يعني مش هنتكلم بقى في حاجات تانية خارج الملعب زي اللي حصلت في ماتش القناه، مش هنتكلم ولا هنعترض على تحكيم ولا هنعترض على اي حاجه تانية، لكن الحقيقه في ظروف دايما بتبقى خارجه عن ارادتك، لكن ما بنبصش عليها وبنبص على الاخطاء اللي موجوده عندنا ايه وبنحاول نعالجها. والحمد لله عندنا مدير فني قدير يعني طبعا بحجم هيثم شعبان، ان هو قدر يحقق الصعود مع نادي سيراميكا، ومش صعود بس الحقيقه، يعني الحمد لله ان هو كان عامل فرقه قويه جدا في سيراميكا كليوباترا بمعاونه برضو مجلس اداره سيراميكا طبعا كليوباترا، واعتقد ان مجلس اداره بتروجيت ما يقلش ابدا كفاءه ولا تفهم عن المجلس السابق اللي موجود في سيراميكا كليوباترا. فان شاء الله باذن الله نوعدهم ان الفتره الجايه كل الناس تبقى على قد المسؤوليه، ونحاول باذن الله نفرحهم ونوصل لبتروجيت نرجعها تاني للسابق عهدها ان شاء الله إن شاء بمعاونه الله. الجميع، سواء اداره او عاملين في الشركه او في النادي، ويعني يا رب كده يعني يكون موسم سعيد لينا كلنا إن يعني. شاء الله، على العموم مستنيينك في ماتش الإنتاج وهنشاهد ماتش الإنتاج، وإن شاء الله تبقى مباراة قوية فيها روح رياضية كبيرة جدا، إن شاء الله بالتوفيق ليك يا كابتن هيثم شعبان، وبالتوفيق ليك يا كابتن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي بتروجيت. بشكرك واتمنى لك شكرا التوفيق جزيلا يا ليك رب. كابتن خالد، بشكرك، شكرا والف مبروك، بكرر ثاني ربنا مبروك يخليك ليك يعني. ونستمتع بيك دائما. ألف شكر يا شكرا كابتن، جزيلا، ألف شكرا شكر. جزيلا.